أخبار إفريقيا من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم. أكد الرئيس الموريتاني المنتخب لولاية ثانية محمد ولد الشيخ الغزواني تعهده بأن يكون رئيسا للموريتانيين جميعا، وأكد غزواني في رسالة مصورة أنه سيواصل سياسة اليد الممدودة والتهدئة والتشاور والحوار مع كافة الفرقاء السياسيين. اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة في ولاية سينار بجنوب شرق البلاد أدت إلى مقتل 40 مدنيا. وقالت الخارجية في بيان إن قوات الدعم السريع هاجمت في الأيام الماضية مناطق مختلفة بولاية سينار شملت قرى جبل مويا، وارتكبت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 40 من المدنيين العزل في ضواحي مدينة سينار ثم مدينة سانج التي تعد من أكبر تجمعات النازحين. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء إنها قررت توسيع خطتها لمساعدة السودان لتشمل دولتين أخريين هما ليبيا وأوغندا بعد وصول عشرات الآلاف من اللاجئين إليهما في الأشهر الماضية. وقال مصدر من المفوضية إن ما لا يقل عن 20,000 لاجئ وصلوا إلى ليبيا منذ العام الماضي مع تسارع عدد الوافدين في الأشهر القليلة الماضية، في حين وصل ما لا يقل عن 39,000 لاجئ سوداني إلى أوغندا. أعلن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية القضاء على 12 مسلحا في عملية عسكرية شرقي البلاد. وأفاد الجيش الكونغولي في بيان بأن مروحية تابعة له قصفت موقعا للميليشيات في قرية ليزي، ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا وإصابة 23 آخرين، فيما أصيب 3 جنود بجروح خطرة. وأضاف البيان أن هذه العملية سمحت لقوات الجيش باستعادة السيطرة على 4 قرى. نفى رئيس الصومالي حسن الشيخ محمود وجود حوار مع حركة الشباب الإرهابية معربا عن رفضه المطلق إجراء مفاوضات مع الحركة التي تخوض الحكومة حربا ضدها. بدورها قالت وكالة الأنباء الصومالية إن أنباء متضاربة جراء تداولها مؤخرا تتحدث عن خطة لإجراء مفاوضات بين حكومة الصومال وحركة الشباب دون مزيد من التفاصيل. تجددت في العاصمة الكينية نيروبي يوم الثلاثاء الاحتجاجات المناهضة لزيادة الضرائب والتي انطلقت شرارتها منتصف الشهر الماضي وخلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى. وانتشرت قوات شرطة مكافحة الشغب منذ صباح اليوم بالعاصمة بعد دعوات إلى مزيد من الاحتجاجات أطلقها ناشطون من الشباب.